تصفح وحل الاختبارات. كيفية تصفح وحل الاختبارات عبر نظام إدارة التعلم Blackboard. ينشر عضو هيئة التدريس الاختبار الإلكتروني من خلال نظام إدارة التعلم، وعلى كل طالب تصفح هذا الاختبار وحله ومن ثم تقديمه للحصول على الدرجة. يمكنك الوصول إلى الاختبار الخاص بأي مقرر عن طريق الخطوات التالية: قم باختيار إحدى المقررات من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية. ستظهر صفحة المقرر، وغالباً تكون أيقونة الاختبارات مدرجة في محتويات قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة. وإن لم تتواجد فعليك بالضغط على المحتوى لتظهر الصفحة الخاصة بمحتوى المقرر، ثم قم باختيار الاختبار المدرج بها. عند فتح صفحة الاختبار تظهر إرشادات عامة عن الاختبار ووصفه والوقت المحدد له، كما يمكنك الضغط على ابدأ لبدء الاختبار أو إلغاء الأمر والرجوع للمحتوى مرة أخرى. عند بدء الاختبار يظهر الوقت المخصص له في البداية ويبدأ العد تنازليا، ثم تجد الأسئلة متوالية أسفل الوقت. كل سؤال يظهر بدرجته وإمكانية حفظ إجابته، وأسفل الشاشة يمكنك حفظ وإرسال الاختبار أو حفظ كافة الإجابات والإرسال لاحقا. عند الضغط على حفظ وإرسال تظهر صفحة بها معلومات موجزة عن ما قمت به في الاختبار، من موعد أدائك له وتاريخ إرساله والوقت المستغرق لحله. ولمراجعة النتائج اضغط على موافق أسفل الشاشة لتظهر صفحة مراجعة نتائج الاختبار وما تحتويه من استعراض لكل سؤال وإجابته إن كانت صحيحة أو خاطئة، ودرجته والنتيجة الإجمالية للاختبار كله.